كل جمعة تحكي لي الجدة قصة من قصص الطراز القديم. أنتظر كل أسبوع لسماع هذه القصة. فمرة تحكي لنا من كتاب كليلة ودمنة، ومرة أخرى تحكي لنا نوادر جحا. وبعد القصة نتبادل الحوار حول القصة وما تعلمت منها وما رأيي فيما حدث. نتحدث معا باللغة العربية الفصحى وأستمتع بالجلوس معها، فأنا أحبها.